واحد بيقول لماذا الرب يسمح بالتجربة؟ ربنا بيسمح بالتجربة دي النص الحقيقي، والنص الثاني ان يكون معنا في التجربة ويجعل مع التجربة المنفذ. وايضا بيقول الكتاب الله لا يجربكم فوق ما تطيقون. ووراء التجربة بركة. واحد بيقول اذا اراد شخص ان يقتلني ماذا افعل؟ هل اقتله وادافع عن نفسي ام ماذا؟ ممكن تدافع عن نفسك من غير ما تقتله. الكتاب لا يمنعك انك تدافع عن نفسك من غير ما تقتله، الا لو كنت غاوي اسرع طريق لملكوت السموات قل له يلا ونخلص من الشغلانه دي.